السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين كده هنعمل حاجة جميلة قوي، مفيش بيت ما بيحبهاش. يعني هنعمل مع بعض الخيار المخلل والفلفل المخلل، خليله معايا. يعني أنا طبعا الخيار ده أنا كنت جايباه في روتين طلبات السوق، يعني كنت قلت لحضراتكم عليه. ده كنت جايبة 2.5 كيلو خيار، كانوا ب5 جنيه، الكيلو ب2 جنيه. طبعا هو فيه كام واحدة بس معوجين كده شوية، بس أنا مش مهم عندي، أنا المهم عندي إن الخيارة طازة، دي أهم حاجة عندي. كان فيه ب4 جنيه صغير بس كان كبير عنده، أنا كنت عايزة، أنا عايزة الحجم دوت. يعني كان فيه اللي هو ب4 جنيه كده بس سرحة بقى، يعني مش معوجة كده ولا حاجة، بس انا بحب الحجم ده في التخليل قوي، بيبقى لذيذ كده وبتبقى يعني الواحده اللي ياخد واحده ما يسيبش منها. طبعا احنا عارفين ان الناس بتوع الترشي بيخللوا الخيار الحجم الكبير قوي وبيقطعوه، وطبعا احنا عارفين، او انا عن نفسي عارفه عشان انا كان في مخزن ترشي كان مأجر تحتينا هنا اهوت، وكنت بشوف العجب فيه بقى بصراحه. ومن ساعتها يعني واحنا حرمنا ناكل ترش من بره. يعني ما بيغسلوش الخضار، بيقطعوا في حاجات مش حلوة، بيحطوا البراميل مش نظيفة. يعني والله هي أرزاق بإيد ربنا، بس احنا يعني سبحان الله العظيم الواحد قرف جدا جدا من اللي شافه. يعني فالنهاردة المكونات هقول لحضراتكم المكونات بتاعة الخيار اللي احنا هنعمله، وبعد كده انا هنضفه واروقه واظبطه ونيجي واحنا بنطبق الوصفة. تمام كده؟ دوت 1.5 كيلو خيار اللي هو الحجم الصغير دوت، ومعايا هنا شوية فلفل. انا كنت جايبة كيلو، خدت منهم شوية غسلتهم وده برضو مغسول. هنستخدم النهاردة ملح، هناخد شوية كزبرة ناشفة اللي هي بتتحط على الملوخية، هناخد فصين توم، عندنا خل، وبغلي مية وببردها، وممكن ما اغليش ميه، وممكن اخد ميه من الحنفيه عادي جدا علشان خاطر الناس اللي بتشتكي ان لما بيبقى عندها مخللات بتعمل ريم والكلام دوت، بتعمل ريم ابيض. انا اقول لحضرتك على حاجه، ما تعملي المخللات اول ما تستوي حطيها في الثلاجه، حتى لو مخلله في برطمان كبير قسميهم في برطمانات صغيره حطيهم في الثلاجه كده، انت هتحفظيه، ممكن تحفظيه سنه، يبقى من السنه للسنه. يعني انا لسه خلصان عندي زيتون، مع اني ما كنتش عامله كميه كبيره، كنت عامله 2 كيلو بس، بس لسه خلصان عندي زيتون اللي انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت لسه خلصان. وبرده انا مش بخلل في ازاز، يعني انا ما عنديش ازاز، انا في عندي ممكن برطمان زي ده كده، ده برطمان بتاع زيتون كنا مشترين فيه زيتون اسمر، وفي عندي حاجه كمان كده برطمان كده هو اللي هو بتاعت وحدة التخزين دي اللي هي بالكريبسات دي، مفيش أي مشكلة، برضو ممكن بستخدمها بخلل فيها برضو مفيش أي مشكلة. احنا كده مش مرتبطين ببرطمانات معينة ولا مرتبطين بمية برضو، يعني ممكن لو ما عندكش المقدرة ان انت تغلي مية وتستنيها لما تبرد هتخللي بمية عادية جدا. اهم حاجة المعلقة او الشوكة اللي هتحطيها في البرطمان تطلعي بيها ما تكونش حد حاططها في بقه، يعني تكون نظيفة او ما تكونش مطرحة اكل. ليه؟ لان هي دي اللي بتسبب البكتيريا اللي بتعمل الريم الابيض فوق المخللات. تمام كده؟ طلعتي من البرطمان حاجة ما ترجعهاش البرطمان تاني اللي يفضل منها، حطيها، حطي طبق غطيه بكيس او بستريتش راب وحطيه في التلاجة، انما ما ترجعيش مخلل في برطمانات بعد ما تاكلي منه، لان بيشم الهواء وبيبقى من ايد ده لايد ده لايد دوت. فلان بيحط، حضرتك بتحطي ايديكي، زوجك، اولادك بيحطوا ايديهم في قلب الطبق، فطبعا الايد بيبقى فيها بقايا اكل بتيجي على المخللات بتاعتنا بتعمل بكتيريا، هو ده اللي بيبوظ المخللات. متفقين كده يا جماعه؟ طيب انا هروح اوضب المخلل بتاعنا وهاجي لكم. احنا بنشيل طبعا فوق وتحت كده، بنشيل كده وبنفتحها من النص. انا بصراحة انا معايا سكينة بس انا مش عايزة اعمله علشان خاطر بيقولوا السكاكين على اليوتيوب غلط، يعني حاجة جديدة لسه سامعاها، يعني امال الناس اللي فاتحين مطابخ دي هتشتغل ازاي مش عارفة. خلاص، فانا هروح اوضب الخيار والفلفل بتاعي. الفلفل برضو يا جماعة انا مش بشيل العنقود بتاعه دوت عشان خاطر ما يتهريش، دوت بيحفظ الفلفل بتاعي، وبنعمل له شق برضو
في النص من هنا كده. هوضب المخلل بتاعي وارجع لكم. دلوقتي حبايب قلبي خلاص انا عملت الخيار بتاعنا، فتحناه اهو اهو من فوق او من الجنب على حسب المكان اللي هو التخين اللي هو بتبقى حتة مليانة يعني، بنفتحه منها اهو. وادي الفلفل شقيناه برضو اهو عشان خاطر يتخلل كويس من جواه. الفكرة دي احنا بنعملها عشان احنا عايزين الخيار بتاعنا يتخلل بسرعة، انما بقى لو حضرتك عايزة الخيار بتاعك يقعد شوية كبيرة يبقى تعملي ايه؟ تحطي الحاجات. هنجيب بقى البرطمان بتاعنا هنسمي الله كده وهنحط الخيار فيه، ترصيه بقى بأي طريقة، تحطيه بشكل عشوائي زي ما انت عايزة مفيش أي مشكلة. المهم ان ايه يعني عشان خاطر ما ياخدش مساحة كبيرة يعني، انا ممكن احط مثلا الخيار بتاعي كله هنا كده اهو، احط جنبه كده شوية فلفل وهرصهم كده اهو بأي شكل عشوائي يعني، مش لازم رص رص يعني اهو، بس عشان خاطر الفلفل الخيار بيبقى كله واخد من طعم الفلفل، لان الفلفل ده بيديله طعم حلو قوي. ولو حابة مش عايزة فلفل حامي ممكن نحط معاه كام قرن فلفل رومي نخرطهم يعني او نفتحهم برضه بيدي طعم حلو قوي اهو. انا بصراحة عشان هما هنا بياكلوا الخيار وانا باكل الفلفل، انا بعشق الفلفل المتخلل مع الخيار بيبقى ليه طعم حلو قوي. انا عاملة بقى البرطمان ده عشان خاطر ان شاء الله ان حيانا ربنا وكان في العمر بقية يعني، عشان خاطر العيد الكبير كل سنة وانتم طيبين، بدل ما نروح نشتري مخلل من بره الله اعلم هو بيبقى معمول ازاي، لا احنا نعمل المخلل في البيت. يعني برطمان المخلل ده كله كده ما كلفنيش 5 جنيه، 3 جنيه خيار، 2 جنيه فلفل، شوية ملح، شوية حاجات من البيت كلها. تمام كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ ملهوش بقى ايه، ملهوش مقادير معينة، احنا هنمشي ازاي؟ الملح بس اللي هقولكم على مقاديره. معانا هنا 5 فصوص ثوم متخرطين اهم، بسم الله نوزعهم كده، اما هننزل المية هتنزل على تحت. معانا معلقة كزبرة ناشفة اهي زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان دي معلقة صغيرة فانا بحط نص معلقة. حاجات سهلة وطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة امي الله يرحمها ربنا يرحمها ويغفر لها، كل حاجة بالبركة كده، ببركة سيدنا محمد كده هوت، واحنا شغالين نسمي الله على حاجتنا هنلاقي الحاجة طالعة زي الفل. ادي المية، احنا قلنا احنا عاملين 1.5 كيلو، الكيلو بياخد 3 معالق كبار ملح، 3، احنا هنحط 4 معالق بس، مش هنحط 4.5 عشان انا برضو مش عايزاه حادق قوي، عشان يعني ايه لما ناكل منه ان شاء الله ما يكونش يعلي الضغط بقى وكلام من دوت، يعني حتى انا تخليل الفسيخ الكيلو الفسيخ بياخد 3 معالق كبار ملح، ما بحطلوش ملح الا اذا كان ال3 معالق يعني مش مليانين قوي. دول 2 لتر ميه هنحط، يعني انا حيقت كده الملح بتاعي، هنحط بقى هنا اهو بصوا يعني حاجه بمنتهى البساطة وسلاسة اهو، هنحط هنا حوالي 1/2 كوباية خل بالتقريب كده، ولا هنوجع دماغنا ولا هنقعد نعبي الكوبايات ولا كلام من ده، خلاص الامر اهو انتهى، الامر بسيط جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ببركة سيدنا النبي كده، طول ما احنا شغالين نسمي الله اهو. بس يبقى كده عندنا 1.5 كيلو خيار مع 1/4 كيلو فلفل اخدوا 2 لتر الا ربع ميه. تمام كده. عندنا بقى اي طبق قديم نحطه كده على الوش عشان خاطر يسقط الميه تحت اهي بالشكل ده كده، وهنقفل عليه.
خلاص خلص المخلل بتاعنا. حاجة ولا أسهل ولا أروع ولا أجمل من كده يعني. حاجة تخليكي دلوقتي لو عندك كام خيارة في التلاجة أهو، بصوا بصوا الثوم نزل تحت أهو أهو. أنا بقى بحبه يعني، أنا مخليلاه النهاردة بالليل، ممكن بكرة على الغدا أفتحه وآكل منه، عشان أنا مش بحب المخللات متخللة قوي يعني. تمام كده، إن شاء الله بعد ما يتخلل يوم أو اتنين هوريه لكم بقى شكله بقى عامل ازاي، واقول لكم على طعمه الخطير بقى عامل ازاي. وبكده يا حبايب قلبي احنا كده خلصنا الخيار المخلل بتاعنا والفلفل. بص الجمال بتاعه، خيارة صغننة ريحتها حلوة. الفلفلية كهرمان، اصفر كهرمان اهو، يعني هو طبق المخلل بيتحدث عن نفسه. الملح بتاعه مظبوط جدا جدا، لو الملح بتاعه اقل من كده هيهري الخيار ويهري الفلفل ويخليه مش مظبوط يعني. تيجي تطلع الخيار بعد يومين او ثلاثة هتلاقيه مهري. تمام كده، والفلفل زي ما احنا شايفين اهو، حاجة جميلة جدا جدا، ريحته بجد والله العظيم جايبة لاخر الدنيا. مش هيهمنا بقى الخيارة معوجة الخيارة مش معوجة، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو، حاجة جميلة جدا اهو، ريحته بقى روعة روعة. ان شاء الله باذن الله تجربوا الخيار المخلل بالطريقه بتاعتي، الطريقه الخفيفه البسيطه السهله وباقل المكونات وباقل فلوس كمان، هتعملي احلى طبق ترشي في قلب بيتك. ممكن برضو نعمل ان شاء الله في موسم اللفت، هنعمل اللفت والجزر بقى والزيتون، ووريكم كل حاجه على اصولها يعني. ان شاء الله اتمنى كده ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، يكون حاجه خفيفه وكل افدتكم بحاجه بسيطه يعني، للبنات الصغيرين بقى اللي لسه بيتعلموا دخول المطبخ وتخليل الحاجات الجميله. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، ويا ريت دعوه حلوه لو الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.